الناس هنا في العراق أسرى خيبات الأمل واضطراب الاقتصاد وفشل المؤسسة الحكومية، لكنهم يجتهدون في الخلاص من هذا النحس وسوء الحظ بين وجهه الإرهابي ووجهه الآخر المتبرقع بالفساد. ومع هذا كله فالعراقيون يعملون، يخلقون فرصا قدر استطاعتهم، ويواظبون على ممارسة فن الحياة بلا كلل وبلا اعتبار لأي عقبة قد تعطلهم لشيء من الوقت. تشير الأرقام إلى أن 60% من الشعب العراقي هم دون سن 30 من العمر، وأكثر من 45% تحت سن 18. هذا يعني أن سوق العمل سيتلقى المزيد من القادمين، لكن هل يتحمل الاقتصاد الريعي المتكئ على النفط كل هذه الطلبات؟ وهل هناك منفذ آخر غير السوق الحرة وما تجبيه الحكومة من ضرائب كي يسد النفقات العامة؟ في دول العالم عندما تدفع رسوم تأتيك فائدة من هذه الرسوم، كانت ماء أو كانت كهرباء أو خدمات، لابد أن الحكومة تقدم لك الخدمات، ولكن هي الرسوم عشوائية غير منظمة مبهمة، تأخذ من شخص معين رسوم كبيرة ومن شخص آخر رسوم، يعني ماكو جدولة. هي المشكلة النظام الضريبي هو سبب الموظفين، الموظفين هم ناس لديهم قوانين، ولكن هو النظام الضريبي في العراق نظام متخلف. فكرة الضريبة بالعراق هي عملية ابتزاز، يعني يعتقد أن الدولة تأخذ أموال خاوة لكي تذهب إلى جيوب الفاسدين. يعني لا تفسر الضريبة مثل ما تفسر في أي بلد محترم بالعالم، يعني اللي مواطنيها يعتقدون أن الضريبة هي أموال تقدم مقابل خدمات، مقابل أمن، مقابل يعني فرص عمل تقدم للمواطنين. يعني هذا بشكل بسيط. الضرائب هي وظيفة تكليف، هو مكلف يسموه المكلف، يشبهه مثل خدمة العلم أيام زمان، يعني من تخدم بالجيش أو للوطن هو تكليف بالحقيقة. فالضريبة يسموه بركس، هو مكلف يعني دفع الضريبة، لذلك دفع الضريبة هي بها شيء عنصر من الوطنية وبها عنصر من العدالة يفترض، يعني هذا شيء. هي ليست مسألة جباية وجلد الناس بالحق نحو أموال، الهدف من الضرائب هو مصدر إيراد وفق العدالة اللي قائم عليها السياسة المالية، أن يذهب لمصادر الإنفاق المحددة، يعني اللي تصدى للعجز في النفقات الاجتماعية، في البنية التحتية، فذلك يجب أن تظهر بشكل خدمات. بالبلدان العالم الثالث بشكل عام بسبب الاضطرابات السياسية واضطرابات النظام الاقتصادي والاجتماعي صار شكوك كثير عن الأموال اللي تروح يعني تجمع من الضرائب. الدولة معتمدة بشكل كامل على إيرادات نفطية، وكل الأمور بالدولة هي أو يعني بشكل عام بالأعمال مرتبطة بالمصاريف الحكومية، لذلك تشوف أنا أسميها ضرائب كيفية بالعراق، يعني ماكو ملامح واضحة وصارمة وحتى بيها نوع من العدالة، بحيث تتعامل كل المواطنين يشعرون هناك عدالة في عملية يعني استحصال الضرائب. على أثر الأزمة المالية التي تسبب بها انخفاض أسعار النفط الخام، المادة الرئيسية التي تجعل العراق دولة لها أموال، بدأت الحكومة تلتفت إلى حصة الضريبة الداخلية من ميزان المدفوعات، ضرائب على ممارسة المهن وعلى المبيعات وعلى التجارة الداخلية. كيف تفرض هذه الضرائب؟ وأين تنفق؟ ولماذا يتهرب الناس عن دفعها؟ الضريبة هسه حاليا مستفاد بها أشخاص، بس أصحاب مثلا المنافذ مستفاد من عتا، بس لو كان الدولة مستفادة هاي تفيد المجتمع كله، لكن حاليا مستفاد بها أشخاص، بيع بيعني وأبيعك، يعني تيجي البضاعة يبيعها على مزاج الإنسان، يريد يطلعها بكيف، يعني مثل ما تقول يقاضي عليها مقايضة وي الشخص على مود تدخل بضاعته، مو قضية دولة وقضية مثل وصولات وقضية هذه.
ضريبة العقار أو نقل الملكية أكو موجودة بالعالم، يعني ضرائب ملكية، ضرائب حتى ضرائب تسمى يعني الأراضي البيضاء مثلا، يعني بالعالم مثلا إذا أراضي لا تبنى خلال 5 سنوات مثل ما احنا عندنا بالعراق تجارة العقارات أن يؤخذ عليها ضرائب، تشجيع للبناء، تشجيع للإسكان، تشجيع لعملية الإعمار. لكن بالعراق أكو مفهوم، يعني مثلا هو مفهوم الضريبة العادلة، يعني بالعالم مثلا تروح بأمريكا يقول لك الضريبة العادلة، في أوروبا أكو توازن في هذا الموضوع، بالعراق هذا مختفي وأشبه ب يعني عملية مسك مجرم، يعني كأنما تمسك واحد بعقار أو تمسك مقاول قد يكون خسران وتأخذ منه ضريبة بنسبة معينة دون النظر إلى أن هذا المقاول هل خسر أم ربح في هذه المقاولة. هذا ما موجود بالعالم، لكن بالعراق يجبى بطريقة غبية من مجموعة قليلة من الناس، ولذلك مجمل الأموال التي تجبى من الضرائب من العراق هي قليلة لأنها يعني غير واسعة، يعني قد لا تزيد عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي. عندما ينتكس الاقتصاد مثل الأزمة المالية التي مر بها العراق ولا زال يمر، نجد أن هناك قوانين شرعت من أجل زيادة حجم الضرائب، وهذا حسب اعتقادي وما أعتقده أنه حالة غير صحية تؤدي إلى انخفاض الوعاء الضريبي بإجمالياته وكذلك زيادة حجم التهرب، وبالتالي لم نحقق الهدف المنشود من هذه القرارات. هناك تخمين حتى في ضرائب العامة، ذيقار لابد أن تدفع كذا مليار، وميسان كذا مليار، وبغداد كذا مليار، ويعني هو الموضوع الضرائب الآن للأسف الشديد النظام الضريبي العراقي من الستينات مبني على التخمين، حتى بالمعاملات مبني على التخمين، يعني مثلا ما ندر أن هناك تاجر أو مقاول خسر في مقاولة معينة والحكومة راعت هذه الخسارة. يعني على سبيل المثال اليوم الآن لدينا جميع المقاولين أصحاب الشركات العراقية خسروا من خلال أن الحكومة المحلية الحكومة المركزية لم تدفع هذه الأموال للمقاولين، وبالتالي هناك 3 سنوات لا تدفع الحكومة لهم الأموال، خسروا جميعا أصحاب مكاتب، محال، اندثار مكائن، خراب في المواد، اندثار في المبنى. بالنهاية عندما يقوم المواطن أو تقوم الدولة بعد سنين السنة القادمة أو بعدها بدفع المبالغ لهذا المقاول تطلب منه الضريبة هذه الرسوم، والمتعارف عليها 3% و1% رسم، يعني تأخذ من عنده 4%. زين هو خسران 4 سنوات، يفترض الآن جميع المقاولين وأصحاب الشركات الذين عملوا مع الحكومة وتوقفت أعمالهم لمدة 3 سنوات بالتأكيد هم خسروا، فيفترض من الضريبة العامة أن تحفي هؤلاء ولا تطالبهم بالضرائب. كلمة ضريبة ارتبطت في التطبيق بوصف مهنة قائمة عليها اسمها المخمن، وهنا تتكون الفكرة العامة الشائعة بأن التخمين في الضرائب هو ابتزاز لدافعيها. ومع وجود معدلات هدر عالية في صرف الموازنات الحكومية كما يقول الخبراء، ستكون قضية فرض الضريبة أمراً غير مستساغ من المواطن، خاصة إذا ترافق مع احتجاجه على مستوى الخدمات العامة. وهناك من يؤكد له بأن الضريبة تذهب إلى أبواب صرفها الحكومية والتي تقف الخدمات على رأسها، لكن هذا ليس ما يراه المواطن. هي كقوانين هي واضحة،
لكن قوانين ضريبية بالبلد هي واضحة، لكن المشكلة هي في التطبيق، هي مشكلة في النظام الاقتصادي كما ذكرنا بكل البلد، إلها علاقة بالنظام السياسي أيضا، إلها علاقة بوجود العدالة الاجتماعية، إلها علاقة بمدى الكيفية والمزاجية اللي يتعامل بها موظف الضريبة مع المواطن. وهذه طبعا هي اللي بالدرجة الأساسية التي خلت المواطن عند هذا الشعور أن الضرائب مسألة يعني ما بيها نوع من الوضوح، وبالتالي ما بيها شفافية، وبالتالي تشوف المواطن مهيئ نفسيا عند الذهاب للتحاسب الضريبي أن يعني يلتجئ إلى أساليب ملتوية لتخفيف تلك الضرائب عليه. كتأسيس كضريبة كإدارة للمدينة جاي تكون جدا ضعيفة، لأن الضريبة من تدفعها أو تروح للخزنة المالية لا جاي نشوف إنشاء طرقات، لا جاي نشوف تصريف، لا جاي نشوف تحسن بالوضع المادي، لا جاي نشوف تحسين كحدائق، كمكاتب، كمستشفيات، أي متصرفات للأموال ما جاي تكون سليمة. جاي تروح مباشرة للخزنة، حتى لا تسألهم وين جاي تروح يقولك ما أدري، تروح للخزينة المركزية ومن هناك تختفي. كلما يعني زادت هذه النسبة هناك دلالة على أن هذه الدولة محترمة، هي دولة مواطنين، دولة مواطنة حقيقية، ولذلك المواطن يدفع الضريبة يعني وهو مرتاح. ضريبة على العقار، ضريبة على الشركات، ضريبة على الأشخاص، ضريبة على كل شيء، ضريبة مبيعات، يعني ضريبة القيمة المضافة. تتعدد الضرائب في العالم الغربي لكن هناك رضا، لأن أكو أمن، أكو خدمات، أكو يعني أجواء ملائمة للحياة. ولذلك إحنا ممكن مدننا يعني هي المدن الأكثر يعني متدنية في سلم المدن التي هي قابلة للعيش. تفرض حكومة إقليم كردستان ضرائبها على البضائع الواردة إليها وكذلك على البضائع المارة بالإقليم، وهذا الأمر استدعى الحكومة المركزية في بغداد إلى اتخاذ قرار بإقامة منطقة جمركية بين كركوك وبغداد، منطقة جمركية وسط العراق تسمى منطقة الصفرة، تجب الضرائب مرة أخرى لكن لحساب الخزينة المركزية، الأمر الذي لم يفهمه المواطنون والعاملون في هذه التجارة وقطاع النقل. أولاً أنا اللي أعرفه وكل بلدان العالم تعمل بها يكون الجمرك على الحدود، منافذ الحدودية الجمرك داخل السيطرات. هسه يعني أكو إحنا طبعاً مع الأسف القانون هو جاي يشجع الفساد، شلون؟ الصفرة تقمرك، جسر ديالة تقمرك، إلا يجد قمرك، مهراني قمرك. زين أنا جايب مواد لحوم أو دجاج وبراد، إذا سبع أيام ثمانية أيام أنا ما عابر، هاي البضاعة شلون تصير؟ هاي تفسد. أولا أنا سايق، السايق أنا جايب أجرة، مو من المعقول ولا من الصحيح ولا أكون صادق وياك أشغل براد سبع أيام ثمانية أيام لو عشر أيام. أولاً إحنا طالب من الدولة، إذا الدولة فعلاً تريد تكافع الفساد يكون الجمرك على حدود، والجمرك يأخذ بصورة المنافذ الحدودية، ونلغي هاي الشغلات مال السيطرات. يعني منطقة الصفرة يعني الناس تفسر أنه لا يوجد تنسيق لا مع المحافظات لا مع الأقاليم لا مع من يجبي، يعني من هو المسؤول عن الجباية. الهدف هو صار بعد يمكن أزمة انخفاض أسعار النفط اللي هي إيجابية في جانب معين، يعني أصبحت أنه جباية الأموال هي الهدف بأي طريقة، فأصبحت يمكن هي المنطقة يعني أشبه بالخاوة. يعني وممكن دافع في منطقة إبراهيم الخليل لإقليم كردستان ضريبة، ضريبة الجمرك يعني الجمارك، ثم تجبى منه يعني دون الاعتراف بالأوراق اللي يعني أن يكون خلينا نقول جالبها ويا من إقليم كردستان.
هي الجمارك الموجودة بالسيطرات. الجمارك الموجودة أكو عندنا منافذ حدودية مهران والبصرة. أنا ما شايف أبو جمرك يلزم طريق بغداد، يعني والباقي المحافظات ما عليها جمرك، بس تاجر بغداد عليها جمرك. هاي شغلة هاي تتنبهوا لها. القضية صار عند الجمارك. الجمارك يطب للبصرة مثل 100,000 طن، يعرفون جمركها هلقد، لكن شلون جاي تنباقي الجمارك؟ الأهل البصرة صحيح يجمرك، يجمرك على 28 طن طوناج. كثير من محافظات مثل فرات الأوسط، يعني أنا أعرف مثلا حتى الديوانية الحلة يعني أو الكوت، يعني فكروا أنه ضريبة ترانزيت، ضريبة مرور، بل وصل الأمر يعني حتى إلى درجة الوقاحة أنه إذا جنازة تمر للنجف يمكن، يعني أكو ناس هيك فكرت أنه ممكن النجبي ضريبة مرور على هذا يعني الجنازة اللي تمر للنجف. يعني قد ما ظهرت بوسائل الإعلام، بس أنا سمعتها من مسؤولين يعني يفكرون بهذه الطريقة. مرة تكون هذه القوانين مفروضة بشكل كبير وفي ظرف اقتصادي يعيش مثل ما نعيش اليوم من حالة أزمة اقتصادية أو مالية يعيشها البلد، نجد أن المشرع العراقي يسعى إلى زيادة الوعاء الضريبي لتعزيز ميزانية العراق، وهذا بشكل العام هو مقبول، ولكن نجد هناك مشكلة كبيرة يصطدم بها هذا القرار، هو مشكلة التهرب الضريبي الذي يعيش العراق من حالة فساد مالي وإداري. تصل معدلات التهرب الضريبي بشكل إحصائي من الدوائر الحكومية الرسمية العراقية إلى ما يقارب 67% من الذين هم ملزمين في دفع الضريبة. الضريبة بالعراق يعني هي موجودة بشكلها المباشر وغير المباشر، المباشر اللي على الدخل وغير المباشر اللي هسه عادة بدأ الحكومة كذا. أنا أعتقد أنه طوال الـ يعني عمر الحكومة العراقية، حكومات العراقية المتتالية، ما كان هناك أكو وضوح في عملية الضرائب لا للمواطن ولا حتى للدولة. بمعنى أن المواطن عادة يتعامل بطريقة بها تشكيك عالي، أنه هذه الضرائب المأخوذة منه ربما لا تذهب باتجاه الذي سينعكس عليه بشكل إيجابي على حياته بشكل إيجابي. أنا أعتقد واحدة من أهم المشاكل اللي كان يعاني منها البلد لحد فترة قريبة، اللي هي أنه البلد معتمد بشكل كامل على إيرادات النفط، وبالتالي غير معني كثيرا بعملية جباية الضرائب وتصنيفها ضمن تصنيف واضح للدولة وللمواطن، وبالتالي المواطن يشعر بأهمية هذه الضرائب. يجيز القانون ذو الرقم 21 المختص بإدارة المحافظات غير المنتظمة في إقليم مجالس تلك المحافظات أن تشرع جباية الضرائب المحلية داخل المحافظة، لكن النصوص القانونية شيء والتطبيق على الأرض شيء آخر، ولم تتمكن أي محافظة من تشريع قانون يمكنها من فرض هذه الجباية، فضلاً عن أن أهم موارد الضريبة المحلية من عقار ودخل واستيراد وسلع استهلاكية تذهب أولاً بأول إلى الخزينة المركزية. فما الذي سيتبقى للحكومات المحلية كي تجبيه؟ تعطي للبلدية والحكومة المحلية دافع أكبر عندما تحصل على أموال سنوية على لها 10% من هذه الرسوم، تعطيها الاستمرارية والمواجهة مع أصحاب المحال والتنظيم المحال وتنظيم المولات وتنظيم الأعمال، وبالتالي هذه تأتي بمردود إيجابي على المحافظ. ولكن إذا ما تذهب الرسوم بكاملها إلى الخزينة وإلى وزارة المالية تحديدا، ماذا يجني هؤلاء؟ ما لا يوجد يعني لهم مكافآت
يعني يفترض في كل المدينة حتى تصبح هذه المدينة منظمة وهذه المدينة غير منظمة. المواطن يشعر بأن الرسوم التي دفعها استفاد منها، عندما تذهب إلى الخزينة العامة اختلطت. ولدينا مشكلة، احنا جميع الأموال كل شيء، وهذه أحب أذكرها للمؤمنين والمصلين، أن حتى المشروبات الكحولية التي تدخل في الضرائب هي تأتي قسم منها الرواتب. لا يوجد فرز، لا يوجد منع، لا يوجد تنظيم في الضرائب. احنا عندنا مشكلة بالإدارة الضريبية، الإدارة الضريبية موروثة، يعني مو الناس هم اليوم يديروها، وإنما هي متوارثة من العهد العثماني إلى الوقت الحاضر. أكو توجه ما يسمى بالحقيقة بالتحصيل بمشاركة القطاع الخاص، يعني يسوي منافذ للتحصيل الضريبي، وتطلع للقطاع الخاص لايسنس، تطلع إجازة، يستخدم الأتمة هاي تقول عليها، يعني نظام بالحقيقة كل الناس تدخل به، وهو يسوي تحصيل بالنيابة عن الحكومة يعني، وإيرادات تروح للدولة، ونفس الوقت تشغل القطاع الخاص في التحصيل. 80% من دوائر الضريبة مخبوصة بيش بتحصيل السنوية مال السيارات وفشي منها، يعني بتصورته، وهي يعني حتى نسبتها قليلة. أن مساهمة الضرائب في حجم الناتج المحلي الإجمالي في العراق لا تتعدى 2% كنسبة من الناتج، وهذه النسبة هي نسبة فقيرة جدا مقارنة مع بلدان أخرى أقل نموا وأقل ازدهارا من الاقتصاد العراقي. فعلى سبيل المثال نجد في البلدان المتقدمة تصل الضريبة إلى ما يقارب 50%، ولها الدور الفعال في رسم السياسة، سياسة الدولة العامة والسياسة المالية. دافعو الضرائب الكبار الشركات الكبيرة، ومنها شركات الهاتف النقال، ما زالت تظهر ديونها في الموازنة العامة السنوية للدولة، حيث لم تسدد ما بذمتها حسب ما تقول مصادر برلمانية. بينما كانت ضريبة المبيعات على بطاقات شحن خطوط الهاتف هي الضريبة الأسرع في التنفيذ والتحصيل، دفعها المواطن حتى دون أن يعلم بموعد تنفيذها. ضريبة الهاتف النقال بها أمرين خطرين، يعني الأول يعني هو من بالعراق يعرف كم مبيعات الهاتف النقال؟ أنا سألت بالمناسبة وزارة الاتصالات، هي الاتصال ما يعرفون. عملية تقدير يعني قالوا أنه هاي مبيعاتهم 800 مليون بالسنة مثلا، فيجبون من هذا الرقم اللي هو 20% ورأسا عكسوها على المواطن وبطريقة سريعة جدا، أشبه يعني بالمثل الشعبي شلون تفاطين، إنه ذكرنا لازم ناخذ ضريبة 20% على الهاتف النقال. لكن أيضا بالمقابل شركات الهاتف النقال يعني لم تسدد الكثير من الديون من الضرائب، وحتى يعني نسب الحكومة من العقد لغاية الآن، يعني هناك تواطئ مع هذه الشركات، بل هناك خدمة رديئة يعني قياسا ب سبب سياسي. هذا السبب يعني هو ليس سياسي، فساد يعني بالنتيجة. شركات الهاتف النقال أيضا يمتلكها سياسيون، وبالنتيجة هي إحدى مصادر تمويل الأحزاب. هناك ضرائب ورسوم تفرض يعني مفروضة سابقا بموجب قوانين اتحادية، وأغلب تقريبا دوائر هي لديها رسومها الخاصة، وهناك طبعا أجور، وهناك رسوم مثلا دوائر خدمية تأخذ أجور خدمات، وهناك دوائر تأخذ رسوم يعني كمثلا دوائر الجنسية وكذلك المحاكم وغيرها، رسوم طوابع ورسوم مقابل خدمات أخرى، لكن هذه ما تعود إلى الحكومة المحلية، وإنما تسجل إيرادات نهائية لصالح الخزينة، أو تكون يعني هي خاصة ب الدوائر اللي تقدم مثلا خدماتها. يعني مثلا هناك رسوم صحية كما حصل يعني في السنة السابقة، يعني فرضت بعض الرسوم وجددت، وهذه طبعا تجبى لصالح وزارة الصحة، وبالتالي توزعها تعيد توزيعها إلى دوائرها المنتشرة في المحافظات. المنظومة الضريبية بالعراق عموما قلت لك ما تحكمها ضوابط حقيقية، يعني ضوابط تضمن حقوق الناس وتنطي شعور للمواطن انه هو يعني فعلا يتعامل مع نظام
ضريبي واضح وشفاف ويعود بالنفع عليه بالنتيجة. حتى هاي الضرائب الغير المباشرة اللي الدولة باشرت بها على الهاتف النقال وغيره، هنا أسأل إيش قد أضافت للموازنة، إيش قد حلت من مشكلة الواردات الإيرادات اللي تجي الدولة عدل الإيرادات النفطية. الأرقام المذكورة بالتقارير الرسمية هي أرقام يعني لا زالت متواضعة جدا يعني، وبالتالي الدخول بضرائب غير مباشرة على كاهل المواطن تضيف فد ثقل إضافي، بالمقابل هناك تلكؤ كما نسمع باستحصال الضرائب من الشركات الهاتف النقال، هذه كلها ترسل رسائل سيئة للمواطن يعني بحقيقة ما تبني. أنا دائما أقول هذه السلوكيات الحكومية للأسف الشديد لن تبني شعور بالمواطنة حقيقي لدى المواطن. تتأثر الأسواق المحلية العراقية بشكل مباشر بأي إلزام ضريبي نتيجة كونها سوقاً مستهلكة للبضائع، وتراجع معدلات تصنيع الاحتياجات محلياً إلى معدلات خطيرة حتى باتت أبسط السلع يستلزم استيرادها من الخارج. وهنا صارت ضريبة المبيعات رقماً مضافاً سيدفعه المواطن دون أن يكون هناك تغيير في ناتجه القومي، لأن حصته من هذا الناتج تتراجع مع تراجع مدخولات النفط الخام. بالقطاع الخاص أيضاً أكو مشكلة، ترى مو كل القطاع الخاص واضح، يعني 70% من القطاع الخاص احنا نسميه جراي ماركت، يعني رمادي، يعني لا هو ابيض رسمي ولا هو نقول اسود، اسود شويه خطره يعني، لكن هو ما معرف، لا معرف امام ضرائب ولا معرف وموثق بصراحه احكيك اياها، يعني هذا في المشكله ايضا يعني. فلذلك حتى تخلق قطاع خاص رسمي خلينا نسميه معرف يعني، والى الدور والقياده والى اخره، لازم ترهن بثلاث اشياء. الشيء الاول انه تحوله الى قطاع خاص مؤسسات، ورأس المؤسسات هي الشركات، لكن حتى تسوي شركات لازم تبسط إجراءات تسجيل الشركات وغلق الشركات، لازم تفتح الشركة بيوم وتغلقها بيوم وما تكلفك أي شيء. هاي قصة ليست هينة في بلد مثل العراق، يعني نظام مركزي سابق تحول إلى نظام السوق يحتاج وقت بالفهم، لكن نعمل عليها بقوة، لأن هذا رقم واحد في الدوينج بزنس في تسيير الأعمال، يعني يعتبروا تسيير الأعمال يبدأ من هنا، هاي رقم واحد. إذا كانت الضريبة تصرف بصورة صحيحة ما توقع أي واحد بالعراق عنده مشكلة بيها، بينما هي جاي مباشرة تروح لوزارة المالية أو الخزنة العامة، ماكو أي تنفيذ، أي متنفذ لها، ماكو أي مثلا هدف حكومي يقول لك يابا أنا مثلا أجمع الضرائب، عندي مشروع مثلا تنمية للمدينة، تنظيف بوابة المدينة، تصليح الشارع الفلاني، أسوي الحديقة الفلانية. إذا كان هذا الشيء ما توقع أي واحد كمدينة بذي قار أو بالناصرية أنه يقول لك ها لا ما أريد أدفع، بس هي إذا جايت تأخذ بأعلى صورة تطبق بأقصى صورة وماكو أي تنفيذ صحيح أو أي مشروع للمدينة، هاي الأموال اللي جايت تنفذ غير أنه هي تعتبر أشبه بالخاوة، أكيد الناس كلها تعترض، أولهم إحنا. الضريبة جاي تضر علينا احنا الخضار، تضرنا وتضر المشتري، يعني كل براد يجي مستورد من ايران او من تركيا او من سوريا او من السعودية، كل براد يدفعون ضريبة، الجلاب اللي عندنا بالعلوة هنا يدفعون دفترين. هاي سبب الصعود، يا هم الحكومة المحلية والحكومة يعني حكومة بغداد مثلا من هناك، هم عليهم هاي تعنيهم هاي الشغلة، لان كل براد جاي يطون علي الجلابة دفترين ضريبة دفترين. زين هاي بس المخضر، انا ليش المخضر ما اخلي حكومة محلية ادعم الفلاح، ادعم الزراعه العراقيه، ادعم احنا عندنا هسه زراعه يعني مو طبيعيه السنه، بس ما جاي يجيبون يدعمون الفلاح يعني
المحليه ما جاي يدعمون الفلاح المحلي، ما جاي يدعمونه. ليش؟ لان اكو استفاده لمن؟ مو للمواطن، مو للجلاب، الحكومه تريد تستفاد هي. ضرائب تتحول إلى مدفوعات شهرية لموظفين يعانون من البطالة المقنعة، والجهاز الإداري الحكومي مترهل بخمسة ملايين موظف، أكثر من نصفهم يعملون في دوائر لا عمل لها. كيف سيسد الاقتصاد الشمولي ثغرة الطلب على الوظيفة؟ كيف سيهيئ البديل؟ كيف سيؤمن المدفوعات التقاعدية لمليوني متقاعد؟ ضمان العاملين في القطاع الخاص على أساس ضمنت الموظف الحكومي بتقاعد من أول يوم يداوم، أنا بيوم اللي داومت موظف في مطلع السبعينات أنا مضمون بالتقاعد مالي، بينما زميل اللي عنده محل أو دكان ما مضمون بصراحة إلى هسه، يمكن طلع تقاعد الرجال ما يعرف وين يروح. هذا خطر، هذا بصراحة خطر دائم. فلذلك اليوم يعني مجلس الوزراء رفع إلى مجلس النواب صندوق تقاعد موحد، الكل كل العاملين في العراق يشملون في التقاعد والضمان الاجتماعي بشكل صحيح على قدر مساهمته في صندوق التقاعد. تقول الحكومات المحلية أن صعوبات إدارية ما زالت تحول دون جباية الضرائب محلياً، وما زالت كلها تتجه إلى خزينة الدولة، بينما يقول الخبراء بأن المواطن إذا رأى بالفعل انعكاساً للضريبة على حياته الاقتصادية فتلك هي أولى خطوات الالتزام الضريبي والخروج بالاقتصاد من أسر تصدير النفط. وزارة المالية تطلب أن يتم فتح حساب لديها وتعطى في هذه الأموال، ثم تؤخذ لاحقا بكتب رسمية وغيرها. واقعا هذا يعقد الإجراءات، وبالتالي لا نستطيع تسميته بأنه هذا إرادة محلي، وإنما يبقى كأنه إرادة اتحادي وبقوانين معينة. مع أن كل الضرائب لا تشكل سوى 2 أو 3% من الناتج الكلي خلال السنوات العشر الماضية، إلا أن الشواهد وآراء الناس تقول بأن هذا القطاع هو من بين القطاعات الأكثر في حالة الفساد. فهل يكون الخلل بإلغاء الضرائب أم بتحويلها إلى الجهات المحلية كي تجبيها بأفضل مما تفعل الدوائر الحكومية؟ لا يوجد بيع أو شراء أو إيجار، لأن الدلال أساساً هو يأخذ إجازة، يعني يأخذ إجازته من غرفة التجارة ويرتبط بالضريبة، ولديه عقود مع ما بين غرفة التجارة والضريبة. ولكن جميع الرسوم التي يدفعها المواطن في كل العراق تأتي للميزانية العامة، الخزينة العامة، الخزينة العامة، لا تذهب إلى المحافظة. وهذه مشكلة كبيرة، تلك هو النظام الضريبي متخلف، يعني لابد أن يكون هناك جزء من هذه الضرائب تعود إلى المحافظة المعنية حتى تستكمل المحافظة نشاطاتها الأخرى. يعني جميع الرسوم والضرائب تدفع للأسف الشديد، ولكن المشكلة هي رسوم مركزية، والحكومة المركزية هي التي تقوم بتوزيعها. اليوم التوجه في الاقتصاد الحديث يسموه نيدجينج، يسموه الطرق الهادئ. الطرق الهادئ هو جزء من علم الاقتصاد سايكولوجي يسموه، أو السلوكي. حقيقة تشعر المواطن أن فلوسك وين راحت، يعني لتدي الضريبة هو إيراد عام مركزي، بعدين يوزع لأبواب الصرف وأبواب والميزانية، بها شيء من العدالة عند الصرف، والعدالة هي عامة، بس تعريفها تعريف العدالة مفهوم عائم حتى يكون المواطن يلمسه. يعني في تقدير على كل البلديات، على كل المحافظات من البصرة إلى زاخو، خلينا نقول بهالمعنى هذا،
انه كل بلديه يعني اي محافظه اي قضاء اي هذا لازم يسوي فد رمز مشاريعه يقول هذا مول من ايراداتكم من جبايه الرسوم الاجور من الضرائب المركزيه اللي جت من الموازنه العامه الى اخره، هاي مساهماتكم يا مواطني الحي يا مواطني الميمونه يا مواطني البصره الى اخره، هذه مساهماتكم، هاي فلوسكم اللي دفعتوها ما راحت هباء يعني. وبخلاف ذلك احنا نحتاج قوه تعريفيه يعني، فلذلك الثقافه الماليه ثقافه عظيمه يعني، ثقافه مجتمعيه يساهم بها المجتمع المحلي يعني، يعرف الاموال اللي يعطيها وين تروح اللي تجي وين تصرف، جزء من حوكمه الاداره الماليه يعني، هذه الحوكمه تنعكس بشكل طيب على نفوس الناس. فذاك عنده ذلك سيدرك المواطن ان الفلس اللي ينطيه هو من يروح هبان، ولذلك اليوم دافع الضرائب هو الاقوى في الصوت الانتخابي، فلذلك يقول هاي مثلا هاي اموال دافعي الضرائب. من يأخذ الأموال من الناس في المحلات والأسواق العامة؟ ومن هذه الجهة التي تفرض رسوماً للتنظيف أو للخدمات البلدية أو للمراقبة والغرامات على أصحاب التجارة المفتوحة؟ لا توجد لحد الآن ضريبة محلية، وإنما يفترض أن تكون هناك ضريبة اتحادية موجودة، ونسبة من المبيعات أيضاً تؤخذ من خلال وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات، أما محلية لا توجد مثل هكذا ضرائب. في البصرة شرع مجلس المحافظة استقطاع ما نسبته 1% من مدخولات الجمارك عبر المنافذ الحدودية التي تدخل إلى المحافظة، لكن التطبيق الفعلي اقتصر على الموانئ، ولم يكن ممكنا تطبيق هذا القرار على المنافذ الحدودية البرية بسبب نقاط عالقة مع وزارة المالية، وبسبب من أن كل سلطة اتحادية تنفذ التزاماتها بجباية الضرائب هناك، ولا مجال فعليا للسلطة المحلية أن تفرض ضرائبها، لم يبقى شيء كي يجبى بالأصل. المادة 44 تشير بشكل صريح أنه الضرائب والرسوم المفروضة يعني وفقا لقوانين اتحادية ومحلية هي من موارد تمويل المحافظة بحسب المادة 44 من قانون 21، ولكن لحد الآن احنا ما عندنا ضرائب ولا فارضين أي شيء في هذا من هذا القبيل، وإن كنا يعني بحثنا هذا الموضوع يعني بين شقي الحكومة المحلية سواء كان المحافظة ومجلس المحافظة، واحتمال يصار إلى يعني سن بعض هذه التشريعات في يعني المستقبل لتلافي التقليص الكبير الذي حصل على قانون يعني على تخصيصات المحافظة، خصوصا بالتعديل الأخير لقانون الموازنة تم رفع يعني نسبة كبيرة جدا من تخصيصات المحافظة، وبالتالي هذا راح يأثر سلبا على واقع الخدمات في المحافظة، لابد من إيجاد مصادر بديلة، هناك توجه لدراسة بعض المقترحات في هذا المجال. الضريبة في الشلامشة نفسها الضريبة في السفان ونفسها في الموانئ، إلا أنه تتعدد أرقامها بين النزول والصعود حسب المادة، هنالك مواد معفاة من الضريبة، هنالك رسوم مواد عليها رسوم وضريبة سواء في الضريبة أو في الجمرك. وزارة المالية هي التي تقوم بالجباية بالضرائب والأموال الجمركية، وزارة الداخلية هي التي تقوم بالجباية من خلال الفيزا ومن خلال السفر المتبادل للسياحة الدينية، وزارة النقل هي التي تقوم بالجباية من خلال أجور في الموانئ أجور الرسو من الوحدات البحرية، وهنالك في النقل البري لنقل المواد في المنافذ الحدودية. أما في المنافذ الحدودية كحكومة محلية
لم نجبي من منفذي سفان أو الشلامشة أبدا. الجباية تذهب مباشرة إلى وزارة المالية أو إلى الوزارات المختصة، بالتالي الوزارات المختصة كلها كأموال سيادية تذهب إلى وزارة المالية. نعم تأتينا تباعا حالها حال الموازنة الموازنات الأخرى. الضرائب مو مهمة من العراق، يعني مو ما واضحة لكل مواطن، يعني لا بيها سلاسة لا بيها شيء. يعني المجتمعات الغربية جاي تبين لك الضريبة وشنو فائدتها، الدولة جاي تاخذ منك ضريبة وما تقول لنا وين جاي تروح هاي الضريبة، وين جاي تروح؟ يعني غير اريد نشوف مثلا انت جاي ناخذ منك ضريبة وين ناتجها، غير اكو شيء بالمقابل نشوفه حتى نحس انه هاي الدولة من اخذت ضريبة انطتنا بالمقابل شيء، حتى نحس بالامان، يعني حتى نحس انه فلوسنا ما رايحه ببلاش، جاي تنوخذ وتروح بمكان صحيح. هذا الشيء اللي ما جاي نشوفه، لانه تعرف انت الدولة هواي بيها ثغرات وما جاي تتعالج. نسبة عالية من البطالة وسوق حرة لكن بلا ضوابط، وقطاع عام يتراجع في الأداء وتشح فيه فرص التعيين. أين يكمن الحل الاقتصادي إذن؟ ملايين الشباب التي تحدثنا عن نسبتهم العالية في التركيبة السكانية العراقية، أين سيجد هؤلاء مفاتيح الحل؟ عن طريق قرض يروح يشتغل وينتج، وهذا الانتاج ممكن اخذ عليه رسم او ضريبه يجيب ايراد، ونفس الوقت يسترد الصندوق حتى يجي الاخر يقترض، وبالتالي تخلق دوره دخل وانتاج ونمو للموارد بشكل متعاظم. قانون واردات البلديه فرض رسم مهنه لكل مهنه تمارس داخل المدينه وحسب المخطط الاساسي مدينه البصره، وهي عباره عن اشبه ما تكون بالضريبه مفروضه بالقانون. يعني هي رسم محدد وواضح كضريبة تجبى إلى الدولة بدون أي مقابل. في الحقيقة يعني هذا خلاف للقوانين النافذة، وخاصة قانون 21 للمحافظات الغير منتظمة في إقليم لعام 2008، والمعدل أيضا في عام 2011 و2013. في المادة 44 تحتوي جميع الرسوم والضرائب والغرامات وأجور الخدمة، وكذلك الغرامات الضرائب المفروضة على الشركات، وكل ما يتعلق في وضع الخدم في داخل المحافظة يعتبر هو إيرادا محليا، يسجل إيراد محلي يضاف إلى الخزينة المحلية. مو الهدف هو الجباية وجلد الناس، الهدف هو تحقيق العدالة. أريد اللي يأخذ من أبو التكام ولا أبو المطعم تأخذ رسم حقيقة معقول، بحيث هو يعطيه من كل قلبه، يعني يعطيه بصدق. وأريد أيضا مجالس المحافظات اللي تجمع أن تسجل بشكل صحيح وتصرف بشكل صحيح وتعلن أمام الملأ. يعني باقي المحلات ما اعرف يطون ضريبه لو ما يطون، هذا الشيء ما ادري بيه، بس انه على محلنا لا احنا ما نطي ضريبه، نطي ضريبه سنويه ما شنو نطي مثل مال وصل، اذا مثل صار تجاوز على الشارع احنا متجاوزين او فشي نطي هاي الضريبه، بس لا انه ما متجاوزين هاي ما نطي ضريبه، نطي ضريبه ماء، نطي ضريبه كهرباء، هذا نطيهن الضرائب. اي بس اصحاب باقي المحلات والله ما اعرف يطون ضرائب ما يطون، بس احنا البلديه ما قاعد تجي تاخذ ضريبه من عندنا، احنا نروح لها مال الوصل مالتنا نعطيهم سنويا ايش قد يصير وصولاتنا، لان هن مختومات من الضريبه. المواطنين يدفعون رسوم للضريبه، لان اذا عنده معامله او عنده مراجعه لدائره الضريبه يدفع رسوم الضريبه، لان اسمه موجود، كل شخص عنده اسم موجود بالضريبه، مثلا صاحب محل، صاحب معمل، صاحب معرض، عنده سيارة، عنده فيدفع ضريبة اللي مرسومة عالية. بالنسبة للبلدية كل سنة يجون البلدية جماعة، اللجنة تجي من البلديات تطلع على المحلات يشوفون الرسوم، البلدية رسوم النفايات، رسوم الإعلانات،
اللي تابع للبلديه، رسم مثل مال المحل، يعني حتى المحل اجازه المحل من البلديه هم عليها رسوم. لكن للحكومات المحليه وجهات نظر مختلفه، فتأهيل المنافذ الحدودية والحوكمة الإلكترونية ستؤدي إلى سهولة جباية الضرائب ودفع المستحقات بلا تأخير أو ابتزاز، وأن يكون الدفع على وفق نسب محددة وواضحة ولا اجتهاد للمخمنين أو القائمين على جباية الضريبة فيها. الحكومة المحلية لا تجبي أي ضرائب في الوقت الحاضر، وتقريبا يعني من بداية عملها لحد الآن ماكو أي ضرائب في البصرة، لكن أكو رسوم محدودة جدا تجبى من قبل مجلس المحافظة، وهي الآن أيضا متوقفة على خلفية يعني إشكالات قانونية مع بعض الجهات اللي رفعت دعوة، أو بالأحرى يعني كان هناك مرافعات قضائية بينها وبين المجلس. الأمر الفني والأمر الإداري. الأمر الفني أن تقوم الحكومة المركزية والوزارات المختصة بإقامة أكررها بإقامة منافذ حدودية وبنى تحتية تليق بهكذا محافظات أو هكذا بلد. اليوم إذا بلطنا الشوارع ووضعنا موازين جسرية حديثة ووضعنا سونارات ووضعنا كاميرات وقمنا بعمل حكومة الحوكمة الإلكترونية، اليوم نقلل كثير من الفساد والترهل في العمل. هذا الجانب الفني. الجانب الإداري تسهيل عمل وانسيابية دخول البضائع. اليوم إذا وجدنا قوانين تسهل من عمل دخول البضاعة مع الرقابة الشديدة، قطعا سوف يكون هنالك توجه كبير من قبل التجار والموردين والذين يرومون إلى عملهم بالمنافذ الحدودية. يحتاج هكذا تسهيل ومحاسبة الشركات المخلصة ومتابعتهم متابعة شديدة وحثيثة. ترى أن سوف يكون هنالك ارتفاع كبير في الإيرادات، والدليل وخير دليل وشاهد هو منفى السفان من 600 مليون اليوم في الشهر الماضي 1.2 مليار. جزء من برنامج الإصلاح الحكومي الحالي والقادم بالحقيقة هو تحقيق العدالة الضريبية بين القطاعين السوق والدولة، بين الدولة والسوق. ما عندنا احنا تميز للدولة على السوق بصراحة، إلا بالخدمة العامة، إلا بالخدمة الاجتماعية، إلا بما ينهض بالبلد. ما عندنا طبقات تميز بهالشكل هذا. فهذا هو جزء من برنامج الإصلاح. هذا قضية مشخصة ترى ومعروفة، ولذلك هي بس تأخذ مسار شوية، يعني من نظام مركزي تفكك إلى نظام يعني من دولة كبيرة جدا مركزية مترهلة إلى دولة أصغر لكن فاعلة وقوية تتلاقي مقاومة، يعني مو مسألة هينة. لكن هذا هو قطار الإصلاحات الاقتصادية المقبل، يعني هو هكذا سيسير، يعني سيسير نحو دولة أصغر منتجة أكثر بعدد أقل. يعني لحد الآن أن حكومة البصرة لم تعمل بهذا بهذه الفقرة، ولم تشرع أي ضريبة لتفعيل هذه الفقرة من المادة 44 من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم. بنفس الوقت أن محافظة البصرة وبالأخص مجلس محافظة البصرة كان هناك قرار سابق لفرض رسوم إعمار المحافظة بقيمة 1% من البضائع التي تدخل خاصة من المنافذ الحدودية لمحافظة البصرة. كما تعلمون أن البصرة اليوم لديها ثلاث أنواع من المنافذ الحدودية، وهي مطار البصرة الدولي، وكذلك منفذين بريين صفوان الحدودي ومنفذ الشلامجة الحدودي، بالإضافة إلى الموانئ المائية الموجودة في مدينة خور الزبير وأم قصر. اليوم حكومة البصرة المحلية قد شرعت قرار سابق حتى في الدورة السابقة، لكن تم تفعيله في هذه الدورة، وهو جباية قيمة 1% من البضائع التي تدخل ضمن
المنافذ الحدودية. لحد الآن أن المنافذ الحدودية المائية فقط منها التي تم تطبيق هذا قرار مجلس محافظة البصرة، واليوم هذه الواردات هي تصرف على الدوائر الخدمية في محافظة البصرة، بل دعم ورفض جميع الدوائر الخدمية، ومن أهم هذه الدوائر الخدمية هي دوائر الصحة وكذلك دوائر الأقضية في الأقضية والنواحي. وإلى غاية أن يتأكد المواطن بأن اقتصاد البلاد يدار بنسبة معقولة من العشوائية والفساد، وأن الضرائب ستكون رافداً يعود عليه بالمنفعة وبالتغيير الإيجابي على حياته المعاشية، ستبقى كلمة ضريبة تشكل هاجساً متوتراً بين المواطن والجهاز الحكومي، وستستمر النظرة العامة للضريبة على أنها غرامة لا تعود بالنفع. وهناك من المواطنين من يتساءل باستمرار أين ذهبت ميزانيات النفط الانفجارية ومصير الأموال المهدورة التي لا يمكن لأحد تقديرها بدقة.